حضرة الرئيس دكتور سمير جعجع، أيها الحضور الكريم، أيها الحضور الكريم، أيها الأصدقاء، بدأ زمن الجد، وعند الجد نحن قوات. بدأ زمن تحديد الخيارات الوطنية، وعند الاستحقاق الوطني نحن قوات. من جرب كسروان، من الوسط والساحل والفتوح، نحن قوة القوات ورأس حربتها. بدأ زمن الحقيقة، ونشهد اليوم ولادة لوائح هجينة. ومن كنا نظنهم في خندق سيادي واحد معنا، رأيناهم يتحالفون مع من يشرعون أبواب بيوتهم دوريا للسفير السوري في كسروان. فتحية لكم، فتحية لكم أنتم الثابتون على إيمانكم وقناعاتكم. تحية لحزب الوطنيين الأحرار ولشبابه. تحية لحزب الوطنيين الأحرار وشبابه الأحرار فعلا. تحية لكل مستقل مؤمن بلبنان 10452 كيلومتر. تحية لزياد حوار وروك مهنا وباتريسيا نياس ومحمود عواد وفادي محمد صقر وزياد خليفي. والمفاجأة بكرة. وألف ألف تحية للدكتور سمير جعجع. تحية للقوات اللبنانية الصامدة في وجه كل ترغيب وترهيب. القوات اللبنانية العاصية ككسروان. وها هي لائحتنا في كسروان وجبال تشبهنا. لائحة متجانسة يتوافق أعضاؤها على المبادئ الوطنية والطروحات السياسية ويتشاركون الرؤية للبنان. لائحتنا في كسروان وجبال تشبهنا وتشبهكم. مبدئية لا تشترى ولا تباع. لائحة لا تتعب من التكرار. نريد الدولة لا الدويلات. دولة كاملة المواصفات، قرارها حر، مؤسساتها منتظمة، تعمل بشفافية في خدمة الناس. وأنتم اليوم وكل يوم شركاء في بناء هذه الدولة. صوتكم هو الوسيلة لتأمين مستقبل أولادكم على هذه الأرض. ولرفاق الملتزمين في القوات أقول بوضوح، بدأت المعركة وما بينعسوا الحراس ولن تنعسوا. سنعمل بشكل متواصل للفوز وسنفوز. سنفوز لأن كسروان وجبايل صار بدأ. أكيد أكيد صار بدأ. من أرض كسروان من يعيد الأمل بغد أفضل ووطنا أفضل لنا ولأبنائنا. وتبقى أخيرا كلمة شكر لكل من نظم هذا الاحتفال، لمنسقية كسروان وعلى رأسها الرفيق جان الشامي، وموعدنا في 7 أيام للاحتفال بالنصر.